مساء الخير يا فنانين، النهاردة هنتعلم رسم الأذن أو رسم الودن. إزاي ترسم الودن بشكل صحيح وما يكونش فيها أي أخطاء. ودي الودن دي حاجة مهمة جدا، وبالنسبة للناس المبتدئين دايما بيغلطوا فيها. ليه؟ لأن الودن بيكون المفروض إن هي تكون بارزة والتشريح من جوه يكون واضح، فطبعا أغلب الناس بيعملوها عبارة عن دايرة وجواها خطوط ودايرة تانية صغيرة في النص كده في الجنب وخلاص. لا، النهاردة هنتعلم ازاي نرسم الودن بطريقة سليمة جدا وطريقة بسيطة جدا، وكمان تكون يعني واقعية شوية، يعني تكون بارزة عن الجسم. يلا بينا. يلا اول حاجه احنا هناخد خط كده مايل، تمام، خط مايل، وبعد كده هنعمل عباره عن شكل دائري بس يكون بيضاوي شويه كده يعني. بعد كده هنعمل خط مايل كده، تمام، وهنبدأ نحدد دوران الودن، وهنا برضو خط مايل من الدايرة الحتة دي مهمة يا جماعة، لازم ناخد بالنا منها. المفروض طبعا الودن ما يبقاش دوران بالشكل ده، تمام. انا حبيت اعمله دوران وبعد كده هصلحه، بس حبيت اوريكم الاخطاء اللي ممكن احنا ندخل فيها من غير ما ناخد لبالنا. المفروض دي بتيجي كده، ماشي، وبعد كده دي بتيجي كده، تمام، بحيث ان تديني الشكل الواقعي، تمام. بصوا لما احنا هنمسح الاجزاء اللي هي الزيادة شوفوا الوضع هيبقى ازاي. شايفين الوضع بقى ازاي؟ ادى شوية للواقعية، تمام؟ طبعا الزيادات دي احنا كده كده هنمسحها، ماشي؟ بس علشان خاطر ايه محدش يتلخبط نشيل باقي الدوران، تمام؟ ده المنظر. نكمل مسح الزيادات دي كلها، مش عايزينها تانية خلاص، تمام؟ وبكده احنا نبقى رسمنا الودن، بس فاضل على التظليل. بعد كده هنستخدم قلم مثلا اتش بي، تمام، او هنستخدم قلم يكون بي بس، تمام، علشان تكون الدرجة بتاعته ضعيفة. وهنبدأ نظلل الودن كلها بالشكل ده، تظليل خفيف. تظليل خفيف خالص، تمام. وبعد كده هنبدأ نستخدم بعد ما نخلص تظليل هنستخدم قلم يكون ضعيف، آسف، يكون شديد الظل بتاعه بحيث ان يدينا درجة بعد كده هنستخدم قلم بي 10 علشان الدرجة بتاعته غامقة، تمام، وهنبدأ نظلل الشغل بتاعنا.
ودلوقتي يا شباب احنا هنستخدم المنديل لتسييح الرصاص بتاعنا. طبعا كل واحد يستخدم الحاجة اللي هو بيستخدمها، يعني انت لو بتستخدم قلامة خاصة بالتسييح براحتك، بتستخدم المنديل براحتك تمام، بس انا عامة يعني بستخدم المنديل. ونبدأ نسيح الرصاص او نظلل الاماكن الغامقة. هنا طبعا هنفتح الاماكن اللي هي المفروض ان احنا نفتحها، كده يا شباب نكون خلصنا ازاي ترسم الودن بتاعتك. طبعا الكاميرا يعني انا بعتذر لكم ان الجودة بتاعتها مش عالية، فعشان كده الدنيا ضايعة تمام، ولكن دي طريقة رسم الودن. انت لو عملتها ونفذتها بشكل كويس هتلاقي الدنيا واقعية معاك جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة، ولو في اي استفسار او سؤال اكتب لي في الوصف، آسف، في التعليقات، وأنا هرد عليك تمام. وأتمنى إن لو عجبك الفيديو تعمل لنا اشتراك في القناة وتشير الفيديو عشان كل زمايلك التانيين يستفادوا منه برضه. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة. إن شاء الله استنونا في فيديو جديد، وإن شاء الله هيكون في فيديو شكرا لكم جدا.